السلام عليكم خوتي العزاز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبه، واللي عنده صباح الخير واللي عنده مساء الخير عليكم جميعا. ونبداو الفيديو ديالنا بالصلاه على نبينا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا الفيديو فريد من نوعه، بعيد على الرياكشن، بعيد على الانتقاد. اليوم جيت نشارك معكم زيتون مسلاله، زيتون مسلالة اللي تبارك الله ما شاء الله شوفوا على خير. ما قدرتش نشارك معكم فاش كانوا تيسقطوها، لان على حسب سقطها السيد اللي كيعاوننا هنايا، وانا ما يمكنليش نوقف حداه ونصور. ايوا بغيت نشارك معكم هذا الزيتون اللي تيجي لذيذ لذيذ الصراحه، شوفوا تبارك الله على خير. انا هنايا راني كنختارو حيت راكو عارفين الشجره فيها الكبيره فيها الصغيره، ولكن الصغيره الاغلبيه كتمشي دائما غير فديك الحجره بيزا تدقيها. انا حيت انا الناس ديكشي تاع ديكشي القديمه، نتوما شوفوا راه كاين اللي غليظه وكاينه اللي تمره كي كنقولوا، كاينه اللي ضعيفه اللي رقيقه. ديكشي انا دابا كنختار هي اللي تمره، لان انا من الناس القدام كيف قلت كندق غير بالحجره، انا ما تندقش بالمراز ولا بهادي. خرجت وجبت حجيره نتوما غادي تشوفوها وتشوفوا لي تندقها. المهم نتوما معايا على ما نكمل باش نختار، منين نكمل بالاختيار هذيك اللي تمره. هانتوما شوفوا تبارك الله على خير، هذه ماشي ديال المغرب، حيت المغرب مازال ما كتوجدش دابا. هذه كان مصدر مشى لاسبانيا وجاب النقله ديالها، النقله ديال الشجر ديالها. هذه تتوجد بكري وسبحان الله هذه تتصبر، حيت راكو عارفين زيتون مسلاله كي سميتو يعني دغيا تترشى، دغيا كيف تنقولوا تتهبط وتترشى، يعني هي تخصها واحد الفتره قليله دغيا تتكل فيها، يعني ما يمكنلكش تصوبي منها واحد الكميه كثيره. وهذه سبحان الله كتصبر. انا يلاه تسالات لي ديال العام اللي داز كانت عندي مخبعه في الثلاجه، ويلاه كل مره كنجبد شويه تندقها تناكلوها، وعاوتاني ملي تنادى عاوتاني تنتوحشو عاوتاني تنجبد شويه. انا غنوريكم في هذا الفيديو طريقه الاحتفاظ بها. هانتوما معايا، هانتوما تنختار لي تمره، حيت راكو عارفين السيد اللي المساعد ديالنا اللي سقط تيسقط على الباش، كيسقط بالرقيقه بالغليظه بكل شيء، ما خلاش باللي تا مكمشه بكل شيء. بالنسبه للطريقه ديال الاحتفاظ بها، انا هنا نسيت ديك لي بقال ديال الزاج، لان لا بد البقال ديال الزاج الا درتيها في البلاستيك غادي تكونسوميها في ظرف 15 يوم. داكشي اللي غندير انا دابا غندير هي القياس اللي غناكل دابا انا وليداتي، وغادي سميتو وهذيك ديال الاحتفاظ غنخليها من بعد حتى نزيدو نكملو. اشنو نقولوا لهم؟ نمشيو للدار الجديده بحال قبايل. واخا تمشيو اذا للدار الاخرى، نمشيو للدار ولدي الدار الجديده. من نمشيو للدار الاخرى غادي ان شاء الله غادي نوريكم. عندي بقال ولا تيقولوا قراعي، غنمشيو نقولوا بقال، تيكونوا قراعي واسعين وكبارين ديال الدجاج. الاغلبيه تندير فيهم انا الخليه ولا تندير فيهم هذا زيتون مسلله. زيتون مسلله ما تندقوا ما والو، تنديروا هكاك صحيح فيها وتندير له الماء عادي ديال الروبيني وتنسد عليها وتنخليها غير في الثلاجه، ماشي الكونجيلاتور، هي في الثلاجه وكتبقى. المهم منين تحلي عليها تاخدي القياس اللي بغيتي بمغرفه هكا ولا بمعلقه على حسب الفم اللي عندك ديال ديك البقال، وتولي تسدي عليها فيسه وترديها للثلاجه، تتبقى غير في الثلاجه عاديه غير تحت بلا ما تعذبي ديريها في المجمد، وتتبقى لك مده طويله، يعني تتجبديها بلا ملحه بلا حتى شي حاجه، ولكن كتبقى هكا صحيحه. غير ملي كتبغي القياس اللي بغيتي كيف قلت كتجبديها كتدقيها، تدقي ديك القياس اللي بغيتي تديريه وخلاص العادي. دابا انا هنا صراحه هذا زيتون مسلله ما تنديرلو حتى شي حاجه صوف الماء والملحه، هي الماء والملحه كنخليه طبيعي. تنبدل الماء مده 3 ايام كل نهار كنبدل عليها الماء، ابخي 3 ايام تتكون واجده. وديك الساعه اللي بغى يزيد يغبر عليها مليحه تيغبرها، وكاين اللي كيكتفي بالملحه اللي شربات في الاول وصافي، تجي لذيذه الصراحه وتعجبني انا الصراحه هكا في الفطور في الصباح. سبحان الله مع خبيز سخون وهذا، انا كنت نط شي صباح هكا وجدت خبيز سخون وهذا، عرفتي تجي روعه 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 صراحه. انا تتعجبني من محبين زيتون المسلله. انا هنا راه مازال تنزيد نختار، لان بغيت نصوب شويه بزايد. انا عيني كبيره. ومازال غادي كيف قلت غادي نخبع مازال. وحتى بالنسبه للزيتون المهرس
حتى هو كاين النوع اللي كيقول لك ما تيطولش يعني ديك الشهيه شهر ونص كاع حتى يلقاه بحال اللي بدا تيهرى او لا بدا تيهبط ولا كيف تيقولوا له. سميتو هنا انا ما كفانيش ومشيت للخنشه اللي كنت جامعه اللي جمعنا ديال الزيتون. انا مشيت نهز منها نزيد منها حتى هي حيت هذاك ما كفانيش. ايوا وسميتو ها هو دا تبارك الله الزيتون اللي اختاريت. كيف قلت حتى الزيتون المهرس راه يمكن لكم انه ديروه في الثلاجه ديروه في ديبوقالكم هذاك واخا تديروه في البلاستيك، ولكن انا الاغلبيه تعجبني اني نحتفظ في الزاج صراحه ثقال. يعني فاش يكون الجو بارد كنخليه مثلا هكا تيجي ديك شهر واحد شهر جوج شهر 12 ملي تيكون بارد وديك الشيء كنخليه على برا، ولكن ملي تبدا ديك شهر 3 او مثلا بديت هرستو في مثلا في شهر 11 تيكون مازال بعض المرة الخريف كيكون مازال شوية الصهد وديك شي كنديرو في الثلاجة تيبقى لي مدة طويلة. انا راه مازال عندي اللي حد ساعة راه نمشي للدار الاخرى وغادي نوريه لكم مازال عندي تمايا والله الا مازال عندي زعما صراحة تيصبر هنا. انا كيف قلت لكم انا قديمة شوية تيعجبني نصوب ديك شي طبيعي انا خديت حجرة وقاسة تنضق تنضقها بالوحيدة حتى كنكمل وهانتوما معانا ما تمشيو فيه.